خمسة من الشقاوة، خمسة من الشقاوة كل واحدة، وأنا معكن ومن يسمع تنظر في حالها هل هي تنطبق عليها هذه أو لا. يقول خمسة من الشقاوة: قسوة القلب، وجمود العين، والتعلق بالدنيا، وطول الأمل، وقلة الحياة. فما المطلوب منا إذن؟ المطلوب منا أن نرقق قلوبنا، أن نسبل دموعنا، أن لا نتعلق بهذه الدنيا، أن لا يطول بنا الأمل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلا نطيل الأمل ونتمسك بالحياء، فلا يذهب ولا ينقص.